السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أحمد اليعقوبي. إذا إن شاء الله الرحمن الرحيم، الآن كيف ما وعدتكم إن شاء الله غادي نبدأ بتهيئة تلاميذ البكالوريا بإعطاء دروس إن شاء الله الرحمن الرحيم. وأول درس إن شاء الله غادي يكون هو درس الاتصال، يعني من بعد الاتصال ان شاء الله الرحمن الرحيم نحاول نشوفو درس الانشقاق، ونحاول نشوفو درس الفروع اللانهائيه، يعني انشقاق واتصال داله، وهادشي كامل تقراو حنايا من اجل انشاء منحنى. يعني كيف تنشئ منحنى باستعمال اول حاجه الاتصال، اول حاجه قبل الاتصال اللي هي مجموعه تعريف الداله، ثاني حاجه الاتصال، ثالث حاجه الانشقاق، رابع حاجة جدول التغيرات، خامس حاجة براهين أخرى يمكن لك تلقاهم، كمثلا برهان القيم الوسطية اللي داخل في الاتصال، برهان التزايديات، مبرهنة التزايديات المنتهية، ومبرهنة رول لدى العلوم الرياضية، مبراهين أخرى، دول مساعدة، يعني الدالة الأولى ثم الدالة الثانية، وهذه هي الخطوة المهمة اللي غادي تكون إن شاء الله في الرحمن الرحيم في يعني في درس الاتصال. وهذه إن شاء الله فوقاش نديرها حتى نسالي الاتصال إن شاء الله برحمة الله، الاتصال والاشتقاق تهيئوا مزيان في انشاء المنحنى، عاد نبدا ان شاء الله في الدول المساعده اللي كتحطوا دائما في امتحان البكالوريا. اذا ان شاء الله الرحمن الرحيم نحاول نفهموا ما هو الاتصال. ان شاء الله الرحمن الرحيم انا غادي نخدم دابا الان بي سي بورتابل ديالي، يعني غادي نخدم في الويندوز. اذا ان شاء الله الرحمن الرحيم انا قبضت واحد الدرس من الانترنت الاتصال، يعني فيه ملخص جميل جدا، ونحاول نشرح، يعني ما غاديش غير نهضر هكا، لا، نحاول نشرح الأهمية ديال كل قاعدة في الاتصال، يعني ما معنى هذه القاعدة هذه أو ما معنى الاتصال. إذا على بركة الله هو الشرح ديال هو الدرس ديالنا. إذا كتعريف الاتصال، أول حاجة لتكون اف دالة عددية، لتكون اف دالة عددية معرفة على المجال مفتوح اي، و اكس زيرو عنصر، نحاول نبانو هكا احسن، سمحنا الاخوان ديالنا على تيرونج. و اكس زيرو عنصر من اي، يعني هاد لا فونكسيون هادي، هاد لا فونكسيون اف باغ اكزومبل، هاد لا فونكسيون واحد لا فونكسيون اف، و اكس زيرو عنصر من هاد المجال اي، سواء اي ان انترفال مثلا ا بي. اذا هاد الاي هذا، هاد اي هاد الانترفال ا بي خصو يكون مفتوح باش ندرسو الاتصال على المجال ا بي. اذا هاد الانترفال ا بي اذا خاص يكون، يعني ولدينا اكس 0 ابارتونو لهاد الانترفال هذا، يعني اكس 0 تنتمي، شو انا غادي ندير لها، تنتمي للمجال اي، فوالا اكس 0 ينتمي لي. الوغ الى عندنا حنايا واحد القاعده كتقولنا بان اذا كانت او اف متصلة في النقطة اكس زيرو، اذا فقط اذا كانت لا ليميت كون اكس تنفير اكس زيرو دو اف دو اكس ايقال اف دو اكس زيرو، يعني هذه هي القاعدة المهمة في الاتصال. اذا الى وجدنا هاد القاعدة هذه، كنقولو ديك الساعة الدالة متصلة في النقطة اكس زيرو. تعريف الاتصال على اليمين واتصال على اليسار، يعني دابا كيف زعما اتصال على اليمين واتصال على اليسار، ان اي نقطه خديناها من واحد لانتيغفال ا بي، او بيان اي نقطه خديناها من اخ، يعني او بيان اي نقطه كيف ما خديناها
ضروري غادي يكون عندها جانب ايمن وجانب ايسر. اذا بحال مثلا بحالاش صفر لديه 0.0001 ولديه ناقص 0.0001، هذاك 0.0001 هو صفر بلس، يعني من الجهه الموجبه صفر بلس، يعني 0 بلس اكس تنفيغ 0 بلس، يعني ماذا تعني؟ يعني اكس اكبر قطعه من 0 بلس من 0، و x تنفر 0 موان يعني كالكوس يعني زي x 0 اصغر قطعا من 0 فوالا. الوغ هنا اتصال على اليمين واتصال على اليسار، هادو من الاهم خصنا ندرسو هاد الاتصال على اليمين والاتصال على اليسار، وعاد نشوفو الصورة ديال f دو x 0 اذا كانت لا ليميت كون x تنفر x 0 دو f دو x égal la limite quand x tend vers x0 plus de f de x égal à la limite quand x tend vers x0 moins de f de x égal à f de x0. On a trois conditions, trois égalités. On a la limite quand x tend vers x0 de f de x égal à f de x0 quand x tend vers x0 plus égal à la limite quand x tend vers x0 moins de f de x égal à f de x0. ثلاثة الشروط إلا جبرنا على ثلاثة الشروط ضروري إن شاء الله غادي نقولوا إن شاء الله بأن f متصلة في النقطة x0. إلا جبرنا غير واحد واحد يخالف الآخر فإن هذه الدالة غير متصلة. إذا ها هي خاصية لتكن f دالة عددية و x 0 عنصر من اي تكون f متصلة في x 0 اذا فقط اذا كانت متصلة على اليمين وعلى اليسار في النقطة x 0. تمارين ادرس اتصال في النقطة f في نقطة x 0 في الحالة التالية x 0 ايكالا 0. دونك كنشوفو هاد المثال الاول اذا غادي نخدم بالماتيب باش نوضح لكم هاد هذا ماتيب هذا ان لوجيسيال دي زوتي ماتيماتيك. الوغ لا ليميت الوغ عندنا حنا اف شنو كي عندنا اف عندنا اف دو اكس كتساوي لنا سينوس اكس سينوس 3 اكس سور اكس و اف دو 0 ايكال 3. الوغ غندرسو لا ليميت كون اكس تنفر لا ليميت كون اكس تنفر 0 دو اف دو اكس يعني دو سينوس اكس 3 اكس باردون سور اكس. الوغ اون ديجا لا ريغل ديال لا ليميت ديال سينوس كون اكس تنفر 0 دو سينوس سينوس اكس على اكس ايكال 1. بمعنى اخر يمكن ما نديروش حنا سينوس نديرو او على او يعني بصفة عامة، يعني هاد او هذا اللي خصو يكون يعني خصو يكون كامل هاد 3 اكس خصو يكون حتى هنايا. اذا شنو خصنا يعني؟ خصنا يعني نضربو في 3 او ملتيبلي باغ 3 اي اون ديفيزي باغ 3 فوالا. دونك ايكال لا ليميت كون اكس تنفيغ 0 دو اي سينوس 3 اكس سور 3 اكس فوا 3 اي سيت ليميت تنفيغ 1 الوغ ايل غيست كو 3 et 3 on a déjà que 3 égale à f de 0 égale à f de 0. Alors on peut jouer من تحت و كنقولوا بما ان ليميت x tend vers 0 de f de x égale f de 0 alors on a la fonction f est continue au point 0. Alors هنا حيدنا المشكل ديالها بقات لنا بي حقا باش نقول لكم بان لا كونتينيتي او في لا غوش ديال البوان وفي لا دروات ديال البوان كيكونوا هاد كيكون الاكثريه عند الدوال المجزاه بحال هادي. هاي لا ليميت هنايا كتكون مجزاه. هنا عندنا اكس اكبر قطعا من جوج وهنا عندنا اكس اصغر قطعا من اصغر من او يساوي جوج. الوغ فين يمكن نحسبوا الصوره ديال جوج؟ لان اون ا بوزوان دو شيرشي ليماج دو اف دو دو. الوغ علاش؟ لان حنا غادي نحسبوا لا ليميت كون اكس تنفر 0 بلس غادي اكس 0 بلس وغادي نحسبوا لا ليميت كون اكس تنفر 0 اكس 0 موان. الوغ هنايا يمكننا نلقاهم كيتساووا بعضياتهم ولكن يمكن يعطيونا الصوره ديال اف ديال جوج تخالف تخالف واحد فيهم ولا تخالف تخالفهم بجوج، لان الا كيتساووا بعضياتهم وديك المتساويه كتساوي وحده فيهم اذا يمكن كيتساووا بثلاثه ولكن كتخالفهم بجوج. اذا اف ني با كونتينيو او بوان اكس 0. الوغ اون
f de x égale à 2x plus 1, f de x égale à x au carré moins 1. F de x égale à 2x plus 1 quand x est supérieur strictement à 2. F de x égale à x au carré moins 1 quand x inférieur ou égal à 2. Alors, on a besoin de chercher l'image de 2. Alors, f de 2 égale à 2 au carré moins 1. 2 au carré moins 1. Ah, merde, là. 2 au carré moins 1 égale à 3. Donc f de 2 égale à 3. Donc la limite quand x tend vers 2 moins de f de x égale à 3. Voilà. Mais on a la limite quand x tend vers 2 f de x égale la limite quand x tend vers 2 de 2x plus 1 égale à 5. Alors on a 5, on a la limite quand x tend vers 0, 2 plus est différent de la limite quand x tend vers 2 moins. Alors, ce qui implique que f n'est pas continu au point 2. Hadi, ben, had limite, hadi, x0 égale à 0. Donc, f de 0 égale 0. Voilà, la hache hadi, les marfa fia. هادي كان شيل هادي معرفه في 0 دونك كنحسبوا الصوره ديال 0 اف دو 0 ايغال 0 اي لا ليميت كون اكس تون فير 0 دو اف دو اكس كون اكس انفيريور او ايغال 0 ايغال 0 دونك اي لي كونتيني او بوين غوش 0 الوغ اون شيرش لا كونتينيتي اون بوين دروات دو 0 الوغ اون في سيت ليميت اي ريزولد بار لونكادرومون اي لا ريغل دو جوندارم ان شاء الله غادي نرحم ندير غادي ندير ان شاء الله الوغ لا ليميت كو اكس تون فير 0 دو اكس فوا سينوس 1 سور اكس الوغ كون اون ا 1 سور اكس اون بو فير ان شونجمون دو فاريابل او بيان يمكننا ولا يمكننا حنا نديرو حنا ان شونجمون دو فاريابل باش يبقى عندنا واحد ولا يمكننا حنا نديرو يمكننا نبداو ديريكت نديرو لا فالور ابسولي دو سينوس 1 سور اكس فوالا 1 سور اكس الي توجور انفيريور او ايغال ا 1 فوالا الوغ سي اون مولتيبلي باغ اكس اون تروف شنو عندنا هنايا اكس اكبر قطعة من زيرو دونك اكس اي سوبيريور strictement à 0 ou aidan garde 3x ma sinus 1 sur x voilà on approche de trouver la solution x alors hadi كتعني لنا بان محصورنا ما بين moins x اصغر قطعة x sinus 1 sur x أصغر قطعا من x. alors si on fait la limite quand x tend vers 0 ديال هاد الجهة و la limite quand x tend vers 0 ديال هاد الجهة نلقى 0 نلقاو x sinus 1 sur x محصورة بين 0 و 0 alors غادي تكون ضروري تكون sin x sinus 1 sur x tend vers 0 وبالتالي فإن la limite d'après la règle de Gendarmerie f de x égale 0 donc puisque هادي puisque la limite quand x tend vers شنو عندنا 0 plus f de x égale la limite quand x tend vers 0 moins égale f de 0 alors بما ان عندنا هادي راه عندنا لا كونتينيتي او بوان 0 هنا عاوتاني كيقول لك حدد الفا لكي تكون اف متصل في ناقص واحد الوغ هنايا اف دو اكس ايكال اكس اس 3 بلس الفا اكس فوالا باش كيقول لك لكي تكون اف متصل في ناقص واحد يعني كيقول لك ان اف كيقول لك صافي راه اف راه متصله في ناقص واحد غير هو حدد لي داك الفا ناقص حدد لي داك الفا ياك الوغ هنا عندنا شوفوا معايا مزيان عندنا بما ان اف متصله في ناقص واحد الوغ شنو عندنا عندنا لا ليميت كون اكس الوغ شنو البروبليم ديالنا البروبليم ديالنا هو شنو هو هاد الفا هذا يعني شمن فالور كتعطي الفا
لكي تكون f متصلة في ناقص واحد. alors supposons que f متصلة في ناقص واحد، يعني f دو ناقص واحد. بعدا نحسبو f دو ناقص واحد. alors قلنا f دو ناقص واحد إيكال ناقص واحد ناقص واحد ناقص واحد ناقص واحد ناقص مع ناقص زائد. alors غتخرج لنا دو. alors غنحسبو on cherche la limite. La limite quand x tend vers moins 1, شنو؟ Moins 1 plus. Moins 1 plus. ديال h. ديال moins x. على ما أظن لا x أوس 3. x أوس 3 plus. alpha x égale 2 égale f de 1. لحقاش قلنا دالة متصلة. alors غنحسبوا هاد لا ليميت هادي. x أوس 3 دونك موانز 1 موان الفا إيكال 2. فوالا دونك عندنا إيكواسيون دو بخوميييغ دوغري الفا إيكال موان 3. الفا إيكال موان 3 ونرجعو لا فورمول دو لا فونكسيون اللي عندنا ونعوضو الفا بإيكال موان 3 غتخرج لنا لا كونتينويتي. فهمتي؟ إذا ندرسو إتصال في مجال. اتصال في مجال. إذن عفوا على هاد الروطة اللي تدير مي نشوفو إن شاء الله. إذن عندنا اتصال في مجال. اتصال في مجال هو أنه كيقول لك لتكون f دالة عددية معرفة على المجال المفتوح E أي وتكون f متصلة على E. قال لك تكون f متصلة على داك لانتيغفال E تكون f تكون f. نشوف نحاول ندير هكداك باش يبان باش يبان توجيه النت واخا ما فيه ما يتشاف. الوغ هاكا مزيان. تكون f متصلة في المجال E إذا وفقت إذا كانت متصلة في أي نقطة من E. ماذا يعني هذا؟ يعني خدينا واحد لانتيغفال أبي مثلا اون كونسيدير ان انترفال ا بي الوغ كيل كو سوا اكس 0 1 بوان ابارتون ان انترفال ا بي سي اون سي اون في لا ليميت كون اكس تون فير اكس 0 دو اف دو اكس ايغال اف دو اكس 0. فهمتي كيل كو سوا ماشي كنقول لك اكزيست واحد 1 بوان اكس 0 ولا كيل كيل كو سوا. علاش؟ لحقاش هذا اتصال في مجال. وبمعنى اخر لتكون اف دالة عددي معرف على مجال ا بي تكون اف متصلة على مجال ا بي ا بي مغلق اذا وفقت اذا كانت متصلة على مجال ا بي مفتوح ومتصل على المجال ا بي مفتوح يعني متصل على اي نقطه من هذا المجال ا بي مفتوح ومتصل على شام يعني كنقول شامل على يسار بي يعني بي موان وعلى يمين ا. اذا الى الى توفرتنا هاد لي تخوا كونديسيون alors on dit que f est continu على هذا في هذا الانترفال هذا اي. بالمثل نعرف اتصال على هذا وعلى هذا وعلى هذا وعلى هذا. ملاحظة تمثيل مبيني الدالة هو خط متصل. هذوك ملاحظات ما نشوفهم من بعد. إذا الاتصال دوال اعتيادية. دوال اعتيادية لدينا مثلا واحد الدوال كبحال مثلا دوال حدودية أو دوال جذرية أو دوال مثلا اللي فيهم لي غاسين واللي فيهم مثلا غاسين ديال شي حاجة على هادي ولا هادي ولا هادي. يعني نامبوغت كال فورمول ديال واحد لا فونكسيون كتقول كتكون هاد لا فونكسيون كونتيني على مجموعة تعريف فيها. يعني ماشي كونتيني على شي مجال واحد اخر. يعني اول حاجة ما كنديروها قبل لا كونتينيتي هي ديتيرميني لونسومبل دو ديفينيسيون دو لا فونكسيون. فهمتي؟ يعني مجموعة تعريف الدالة وبالتالي من بعد عاد تنشوفو في نوع النهاية وفي نوع الاتصال. يعني مثلا كدالة جذر اكس فهي دالة معرفة على 0 بلس انفيني الوغ الي كونتيني. دالة الكوسينوس اكس فهي دالة معرفة على اغ يعني كيلكو سوا اكس ابارتون اغ مي مي لا فونكسيون كوسينوس الي انتخ موان زان اي ان اي لا فونكسيون سينوس اوسي لا فونكسيون طونجونت متصلة على مجال ضمن مجموعة تعريف فيها. فهمتي؟ طونجونت اكس اكس ابارتون واحد المجال موان بي سوغ دو بلوس كابي اي بي سوغ دو بلوس كابي فوالا. الوغ غير حيت هذاك موان لان الطونجونت معرفاش موان بي سوغ دو وعندنا في بي سوغ دو اكس كتدخل الارك طونجونت
ارك تونجونت، ارك تونجونت اللي هو محصور كيف ما قبل تي اكس محصور ما بين موان بي سور دو بي سور دو، فهمتي؟ اذا ان شاء الله راح هذا الارك تونجونت ان شاء الله راه عندي الكور في فلاشتين اللي بغى يمشي يشوف. اذا ان شاء الله الرحمن الرحيم ندوزو لدالات الجزء الصحيح. نتمنى تكونوا فهمتوا حد الان دوال اتصال دوال الاعتياديه. اذا على بركه الله ندوزو دالات الجزء الصحيح. دالة الجزء الصحيح لكل عدد حقيقي x، قالك يوجد عدد صحيح نسبي واحد n حيث x ابارتونو ما بين n و n بلس a. ما معنى دالة الجزء الصحيح؟ اولا بعدا قبل ما نبدا دالة الجزء الصحيح، دالة الجزء الصحيح هي دالة كيف ما قبلتي اي عدد، كيف ما قبلتي اي عدد x، يعني اي عدد x ابارتونو a r درتي له بدالة الجزء الصحيح راه كيخرج عدد صحيح نسبي، فهمتي؟ بحال داكشي بحال اللي كيصرف عندك مثلا اكس كيساوي لنا ناقص مليار، لا باش نوضح لكم مزيان، ناقص 1.4. الوغ لا بارتي اونتيير ديالو، ولا بيان سو بيان يمكن ناخذو اكس ايكالا 1.4، الوغ لا بارتي اونتيير ديالو هي واحد، فهمتي؟ يعني اكس اللي قريب، يعني العدد الصحيح اللي قريب 1/4 واللي يكون محصور ما بين واحد، واحد بلس ان يعني واحد وجوج، فهمتي؟ والعدد اللي محصور ما بين واحد وجوج هو واحد، اللي يمكننا ناخذ واحد ما يمكنش ناخذ جوج لحقاش هو اصغر قطعا، فهمتي؟ اصغر قطعا جوج ما يمكنش تكون اصغر قطعا من جوج. الوغ اي سوفي دو بروندر اكس ايغال ان. اما نعطيكم امثله، هما امثله هنايا هانتا هانتا، هما مثال داكشي اللي قلت نيت هما كاينه، غير هو خصنا نقراو التعريف ديال الجزء. الجزء الصحيح، الجزء الصحيح هي الداله التي تربط كل عنصر اكس، حتى هي داله نيت تربط كل عنصر اكس من اخ، هاد اخ هادي اي عنصر اكس من اخ، خد كيف ما بغيتي تاخذ اكس، كيف ما بغيتي تاخذ اكس الا درتي له لا فونكسيون دو لا بارتي اونتيير غادي تخرج لنا واحد العدد صحيح نسبي. صلاه على النبي، صلي على النبي، اللهم صل عليك يا رسول الله. نرمز لصورة اكس بهذه الداله بالرمز او دو اكس، يعني بارتي اونتيير او بالرمز معقوفه اكس، تلك او دو اكس ايغال ان تكافئ ايل اكزيست اونيك واحد ان، يعني ما يمكنش يكون او دو اكس ايغال هادي ايغال هادي، يعني ايل اكزيست اونيك واحد ان تلك اكس اونتخ انت ان، هي اكبر من او يساوي ان واصغر قطعا من ان بلس ان. عندنا امثله مثلا ناقص 3 محصور ما بين انت، عندنا او ديال غاسين دو، غاسين دو هو 1.41، اذا لا بارتي اونتيير ديالو غتكون كتساوي واحد. لماذا؟ لان جذر جوج هاد اكس هذا ينتمي لواحد وجوج. دائما ضع هاد القاعده هذه وتعرف اي عدد، اي تمثيل او اي جزء صحيح ديال اي عدد. التمثيل المبياني للعدد، ها انتم كيف ما كتشوفوا التمثيل المبياني لدالة الجزء الصحيح، هاد دالة الجزء الصحيح هي ها انتم كيف ما كتشوفوا معرفة، يعني أكبر من أو يساوي، يعني متصلة في داك في واحد لانتيرفال، في واحد البوان، ولكني ما متصلاش في واحد في الآخر ديال، عفوا في الآخر ديال لانتيرفال كيف ما كتشوفوا. دائما كتكون هنايا اصغر من او يساوي هنا اصغر، اكبر من او يساوي هنا اصغر قطعا. اذا هنا كيف ما كتشوفوا هانتوما دالة الجزء الصحيح دائما هي غير متصله، هانتوما متصله على مثلا على هاد المال، هي متقطعه، هانتوما كتشوف متقطعه دالة يعني غير متصله. اذا نتائج او دو ان ايكال ان او دو اكس، اكس محصوره هادي هادي هادي، منين جابوها هادي؟ من هنا، من هنا هانت ان اني واخد ان ايغال او دو اكس، الوغ او دو اكس مع اصغر من او يساوي اكس، اصغر قطعا من او دو اكس بلس ان، الوغ غادي نكادري او دو اكس. انت راك كتعرف كيفاش تكادري او دو اكس، غادي تضرب في مهنا في مهنا، المهم غادي تجبد او دو اكس محصوره ما بين هنايا، ها هي او دو اكس، اكس محصور ما بين او دو اكس و او دو اكس بلس ان، او بيان او دو اكس محصوره ما بين اكس موانز و اكس. الى بقيت الى بقيت عاقل، هنا عندنا عاوتاني ك او دو اكس بلس ان ايغال او دو اكس بلس ان، هادي قاعده. هنايا نحاول نشوفوا هاد القاعده هادي او دو اكس بلس ان ايغال او دو اكس بلس ان، علاش؟ لان يمكن
كنت نقول لكم بروح على عيب التراجع. نعم قلت لكم بروح على عيب التراجع، لاني ماشي ماشي لان عندنا حنا ان ينتمي لزاد، هو الترجع كيبغي يكون لونسومبل ديال ان، فهمتي؟ اما زاد ما يمكنش تبرهن عليها، هادي نبرهن عليها باستعمال المتفاوته، هادي متفاوته لناخد اكس هو اكس بلس ان، فهمتي؟ اكس هو اكس بلس ان. Alors, si on pose que x égale à x plus 1, alors on trouve que e de x plus 1, ou on a x plus n, e de x plus n. Ou cette la partie, il tu vas aller là, évidemment. Yani, maintenant, خد n qui est égal à maintenant ناقص 1 ou là 2 ou là 3 ou là ou x qui est égal à ou ناقص بالحق هذه صالحه فقط اذا كانت n ينتمي لزد و x ينتمي لزد، يعني ما تكون صالحه إلا كان في آخر قصور دالة. لا دابا غادي نهضرو على قصور دالة، هادوك الآخرين هي أمتينة. قصور دالة، ما معنى قصور دالة؟ قصور دالة هو مثلا كيكون عندنا واحد الانترفال إي، واحد الانترفال إي مثلا زيرو بلس لانفيني، مثلا كنعطي واحد المثال زيرو بلس لانفيني ياك، واخا هاد الانترفال إي تيقول لك هاد القصور هذا كيجيك أكثرية في الدول العكسية، فهمتي؟ الدول العكسية كيقولك مثلا تكون جي قصور دالة اف على مجال مثلا واحد بلس لانفيني، هاد واحد بلس لانفيني انكلو دون زيرو بلس لانفيني، دونك حنايا يمكننا نعتبروها مثلا واحد ايكغيك كينتمي لهذا المجال و اكس كينتمي لهذا المجال، الوغ اون شيرش لا فونكسيون ريسيبروك ديال لا فونكسيون اللي كانت عندنا، فهمتي؟ عندنا حنايا كيقولك هاد التعريف ديال القصور شنو هو، اذا كانت اف دالة عددي معرف على المجال، نشوفو التعريف ديالو و عطينا التعريف ديالو ماشي مشكل. كي كانت اف دالة عددي معرفة على اي، و جي دالة عددي معرفة على جي، ضمن اي هاد الجي هذا ضمن اي، اذا هاد الجي هذا بما انه ضمن اي الوغ اي هذا، هاد اي هو لونسومبل اللي خدامة فيه لا فونكسيون، وهاد الشيء هو واحد لونسومبل، يعني واحد لونسومبل جزئي من هاد من لونسومبل اللي خدامة فيه، بحيث ان جي دو اكس ايكال اف دو اكس، فوالا هاد جي كتكون نفس الخصائص ديال اف، يعني نفس الخصائص نفس العناصر ديال اف، غير هو داك جي معرفه في واحد المجال محدود، فهمتي؟ محدود ماشي معرف في مجال كامل، ولكن اف معرفه في مجال كامل، فان وكيك سوا اكس ابارتون على جي، فاننا نقول ان الداله جي هي قصور داله اف على المجال جي، على المجال جي، يعني القصور هو كنقصرو داك المجال، وداك المجال اللي عندنا اللي قصرناه كنعتبر واحد الداله جي اللي نفسها اللي نفس الخصائص ديالها هو نفس الخصائص ديال اف، هي هو بلاص ما كنخدمو في مجال كامل كنخدمو في داك المجال اللي عندنا اللي هو جي. نتيجة إذا كانت اف متصل على مجال اي وجي قصور دالة اف على جي، فإن جي متصل على مجال جي اوبليغاتواغ، إذا كانت اف متصلة على داك اي، إذا بما أنها متصلة على اي وعندنا داك الانترفال جي اي انكلو دون اي، يعني اوبليغاتواغ غادي تكون اف اي كونتيني في هذاك الانترفال جي. الوغ هو جي عاوت ونزيدو كونديسيون واحد اخر اللي هو قال لك شنو هو جي قصور دالة اف على المجال جي، الوغ اوبليغاتواغ غادي تكون جي تاهي كونتيني، فهمتي؟ على المجال جي بالحق ماشي على مجال اي، لان المجال جي هو مجال غير جزئي، فهمتي؟ ما يمكنش نقولو جي كونتينيو في المجال ديال اي، الوغ كونتينيو في مجال جي اللي تكون دالة اف معرفة على واحد بلس انفيني، بأي أن اف متصلة على المجال ناقص واحد بلس انفيني. الوغ غنخدمو هاد المثال هذا، كاين الحل ديالو هو نشوفو لا كونتينيويتي، لا كونتينيويتي او بوان واحد هنايا، بعدا نشوفو فين نحسبو الصورة ديال واحد. عندنا هنايا اصغر من او يساوي واحد، اصغر اكبر من او يساوي ناقص واحد، وقال لك بين ان اف متصلة على المجال ناقص واحد بلس لانفين، الو خص باش نبينو بان متصلة على المجال ناقص واحد بلس لانفين، نشوفو المجال الاول اللي عندنا، نشوفو المجال، يعني دابا هنا غادي نبقاو نخدمو بالقصور، يعني مثلا نعتبرو واحد الدالة جي اللي كتساوي لنا غاسين دو اكس، هاد الشي كيبقى غير هضرة، لدينا جي غاسين دو اكس، مجموعة التعريف فيها هي زيرو بلس لانفين ياك، اول حاجه زيرو بلس انفيني، زيرو بلس انفيني اي انكلو دون موان زان بلس انفيني، اي بويسك داله جي متصله على مجال زيرو بلس انفيني، الو عندنا الشرط الاول داله جي متصله على مجال زيرو بلس انفيني ياك،
هكاك مزيان. و دالة اف متصلة على اش؟ متصلة على المجال ناقص واحد ناقص واحد واحد، لأن اكس محصور بين ناقص واحد واحد، متصل على المجال ناقص واحد واحد، لأن ناخد أي إيليمون من داك لانتيفال ندير له لا ليميت ديالو، غادي تلقى اف دو ديال ديك العدد نيت ديالو، فهمتي؟ هاكا عندنا اف دالة جزئية، الدالة الأولى متصلة على زيرو بلوس انفيني، والدالة الثانية متصلة على ناقص واحد ناقص واحد زيرو. دالة وبغينا نشوفو الدالة كاملة ديالهم متصل على أي مجال. إذا كانت دالة جزئية فإن مجموعة تعريفها هو اتحاد مجموعة تعاريف الدوال الجزئية اللي مكونة منها الدالة الكبرى، فهمتي؟ يعني خدينا المجال الأول اللي هو خدينا المجال الأول اللي هو أن بليس انفيني، والمجال الثاني اللي هو موان زان زيرو، ديزولي موان زان أن، ألوغ هنايا غادي تكون اوبليغاتوار كو لا فونكسيون اي كونتينيو في لانترفال موان زان بليس انفيني، ولكن كتبقى الشرط الاخر اللي شنو هو؟ هو اللي ندرس الاتصال في واحد. علاش؟ لاننا حنا عندنا سوبيريور ستريكتومون ا ان، ما عندناش حنا الصوره، اذا اوبليغاتوار غادي ندرسوا الاتصال، وغادي نلقاو بان اف متصله، لان حنا عندنا هنايا الداله معرفه زيرو بلس انفيني، ودال واحد كينتمي زيرو بلس انفيني، وداله متصله على مجال زيرو بلس انفيني، وواحد كينتمي زيرو بلس انفيني، الوغ كي غادي تكون الداله في واحد؟ غادي تكون متصله، فهمتي؟ هنا غادرسو الاتصال، وغادي تلقاو لا ليميت كون اكس فاش كتكون دالة متجزئة، كنا كنحسبو لا ليميت ديال اكس تونفير واحد بلس اكس تونفير واحد موان. الدوال العملية على الدوال غنشوفو الفقرة الأخرى، خاصية تقبل، قالك تقبلها، هادي خاصية تقبلها، ما عرفنا شنو كاين. إذا كانت اف وجي دالتين متصلتين على مجال اي واحد أرفع عددا حقيقيا فإن ماذا يا أخي أحمد؟ عندنا اف متصل على المجال اي، جي متصل على المجال اي، الوغ لا سوم ديال هاد لي فونكسيون غادي يكونوا متصلين على المجال اي ضروري. ماشي تقول لي مجال فونكسيون متصلة على المجال اي، فونكسيون واحدة اخرى متصلة على المجال جي، وتقول لي لا سوم ديالهم متصلين على المجال اي بلس جي، لا ما عندناش هاد الخاصية هادي، كنشوفو حنا الخاصية اللي تكون في نفس المجال، فهمتي؟ نفس المجال. و الفا اف متصلة على اي، و اف و جي متصلة على اي، سي جي اي ديفيرون دو زيرو، الوغ ان سور جي متصلة على اي، اذا كان جي متصلة فان ان سور جي متصلة، و اف متصلة فان اف سور جي متصلة، فهمتي؟ هادو يمكننا نحسبو هاد لي زيكزومبل، نشوفو هاد لي زيكزومبل هادو، هاد اف هادي اف هي دالة متصلة ياك، واخا باش هي دالة متصلة على اخ، لان السينوس متصلة على اخ، و اكس دالة حدودية متصلة على اخ، الى مركب دالتين متصلتين على اخ فهو متصل على اخ، ولاني شنو كيقول لك الاخر؟ ادرس اتصالية على حديد مجموعة التعريف، مجموعة التعريف هي اخ، ادرس اتصالية على ديدو اف، هي دالة متصلة، فهمتي؟ هو هي دالة متصلة، هو قال لك الاتصال هي متصلة في اي نقطة قبضنا في الدالة، من غير حاجة وحدة، جوج نقاط اللي هي بليس انفيني ولا فيني، لا ليميت كون اكس تنفير بليس انفيني دو سينوس اكس بيان ولا بيان كوسينوس اكس ولا بيان طونجونت اكس، هادو شوية صعب. كاين الحل ديالهم، ولكن الحل ماشي بالمستوى ديال البكالوريا، يمكن لك تحلهم باستعمال التعريف، يمكن لك تحلو باستعمال اني كيسميهم المتتاليات لي سويت، تعتبر واحد اي دو ان وفي دو ان بي سور دو بلس دو ان بي على ما اظن هكا. المهم داك الحل صعب شيئا ما، ولكن مع مرور الوقت ان شاء الله تفهمو. عندنا الدالة الثانية حديد مجموعة تعريف الدالة اف، هادي مجموعة التعريف ديالها اكس اب اكس سوبيريور او ايكال ا زيرو، هنايا مجموعة التعريف ديال هاد لا فونكسيون هادي، إكس سوبيريور أو إيكال زيرو، إي يعني التقاطع، إي إكس ديفيرون دو موان زان،
فوالا الوغ التقاطع ديال هادو عندنا حنا اكس اكبر من او يساوي زيرو، ياك حنا عندنا اكس اكبر من او يساوي زيرو، وبغينا نشوفو مجموعة التعريف ديالها. عندنا اكس اكبر من او يساوي زيرو و اكس ديفيرون دو موان زان، الوغ اوبليغاتوار غادي تكون لا فونكسيون اي كونتيني على زيرو بلوس انفيني. لحقاش موان زان اللي عندنا فيه المشكل في المقام ما كينتميش لزيرو بلوس انفيني، الوغ دي دو اف ايكال زيرو بلوس انفيني، والاتصال هي متصلة. ادرس الاتصال، يمكنك الدراسه لا ليميت كوب اكس تنفر زيرو إيك اف دو اكس خصها تخرج لك اف دو زيرو. لا حنا كندرسو الاتصال على المحدات، ياك الاتصال دائما كيكون ماشي دائما واني اغلبيه كيكون على المحدات. لا ليميت كو اكس تونفير بلس لانفيني، عفوا بلس لانفيني، غادي تخرج لك اف غير متصله في بلس لانفيني. راه بطبيعه الحال لان عندك جذر اكس وجذر بلس لانفيني غادي تخرج بلس لانفيني ما لا نهايه. فهمتي؟ اذا ان شاء الله الرحمن الرحيم نشوف واحد الميساج كان جاني ونكمل معاكم ان شاء الله. الوغ سمحوا لنا اخواننا الكرام، قضينا واحد الغرض، غادي ندوزو الان اتصال مركب دالتين. يعني كيفاش مركب دالتين؟ دابا ان شاء الله، دابا نتوما ان شاء الله غادي تشوفوا هذا الفيديو، ياك ان شاء الله تشوفوا هذا الفيديو. الى ما فهمتوش ان شاء الله نحاول نكتب داكشي، يعني نحاول نشرح داكشي في ورقه، لانني كان وقع لي واحد المشكل. كنت سجلت واحد الفيديو اون ديريكت في الطابلو، ولكن وقع لي واحد المشكل ما كانش كيسجل للاسف. انا كنت مقلق ما عرفتش كيفاش، ما درتش ولا ما نعرف. المهم كان كيبان لي الفلاش في التليفون تصحابني راه كيسجل، ساعه ما تيسجلش. يا لك الاخي. الى نبدا ان شاء الله نشوف اتصال مركب دالتين. مركب دالتين، اتصال مركب دالتين، يمكن البعض يفهم يمكن البعض ما يفهمش، ولكن في المثال كلشي غادي يفهم ان شاء الله. يعني الامثله دائما كتفهم كتفهم. اذا نشوفوا الاتصال. ليش يكون اف معرف على واحد المجال اي وجي معرف على واحد المجال جي، ياك اف دو اي اي ان كيلو دون جي. لحقاش حنايا علاش قالك اف دو اي اي ان كيلو دون جي؟ لحقاش حنايا خدامين في الداله جي، في الداله جي اون اف. ايوا الشي ولي كدا عاوتاني انت شوف اصاحبي خلقنا فين نلقاو الدرس عاوتاني. هاو الحمد لله لقينا بعدا ما قفلتش. المهم هانتوما حنا وصلنا لهنا. اي لان اف معرف على واحد المجال اي وجي معرف على واحد المجال جي. إيه. علاش كيقولك جيرون اف؟ جيرون اف هي جي ديال اف دو اكس، يعني بمعنى اخر جيرون اف يعني هي جي ديال داك الانترفال اف ديال اكس. فوالا فوالا. الوغ علاش كيقول لك هويا؟ تيقول لك مثلا تيقول لك هو هنايا اف دو اي ضمن جي، يعني اي عنصر لحقاش حنايا هاد الداله جي، هاد الداله جي يعني هاد العنصر اللي كاين هنايا هاد اف بحال اللي كنسميو العنصر ايكغيك. هاد العنصر ايكغيك عفوا، هاد العنصر ايكغيك ابارتونو ا جي، فهمتي؟ ا جي يعني هاداك لونسومبل جي اللي معرفه فيه جي. فاش كنقولوا حنا اف دو اي اي انكلو دون جي، يعني جميع العناصر اللي كاينين في هاد اف دو اكس، يعني يمكننا نكتبوها بعباره المنطق اف دو اكس. نكتبها انا بمات تيب هاد المره تيفقصني. اف دو اكس ايغال ايغريك، يعني شنو؟ بحال كنقولو حنايا في الاول يمكننا نقولو اكس ابارتونو ا اي، اكس ابارتونو ا اي اي ايغريك ابارتونو ا جي. فوالا
Y appartenant à G, tel que يعني F de E est inclus dans G. بصفة عامة F de E est inclus dans G باش يمكننا ندرسو حتى يمكننا نهضرو حتى على الاتصال نيت. بحالاش؟ بحال مثلا كتبني قال لك نعتبر الدالة العددية F de X إيكال كوسينوس دي 3X أو كاغي موان 2X. فوالا كوسينوس 3X أو كاغي موان 2X. ألوغ حدد دي دو إف، قالك حدد دي دو إف وكتب إف على شكل مركب دالتين. حنا غادي نحاولو نكتبو هاد إف على شكل مركب دالتين. عندنا حنايا عندنا 3X أو كاري موان 2X. لدينا لكي ندرس الاتصال ديال اف لابد ان ندرس الاتصال ديال الكوسينوس، ولكي ندرس الاتصال ديال الكوسينوس خصنا ندرس الاتصال لذاك ديك العناصر اللي كاينه في وسط الكوسينوس، يعني داك الداله اللي كاينه في وسط الكوسينوس. وبما ان الداله كاينه في وسط الكوسينوس كي داير الشكل ديالها هي داله حدوديه من الدرجه الثانيه، وكل داله حدوديه من الدرجه ان ماشي من الدرجه الثانيه، يعني كيك سوا ان لا بويسونس ديال هاد 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 لا بولينوم، يعني ان ايغالا ان ايغالا دو ان ايغالا 3 جوسكا ان ايغالا ان، الوغ لا فونكسيون يعني لا بولينوم اي كونتينيو سور ار. الوغ 3 اكس او كاري موان 2 اكس اي كونتينيو سور ار. الوغ دي دو اف عاوتاني حنا عندنا دي دو اف ايغالا ار، لحقاش هاديك هي ار وهاد لا كوسينوس بلاتي دي دو اف ايغالا ار. دي دو اف ايغالا ار وكتب اف على شكل مركب دالتين. عندنا مركب دالتين كيفاش ندرسو مركب دالتين؟ مركب دالتين عندنا الداله، اول داله هي كوسينوس وثاني داله هي لا بولينوم بي دو اكس. الوغ الداله ديال الكوس هي اف هي جي غون، ما نهضروش حنا مثلا هاد اف هادي نسميوها اش باش ندخل باش نمشيو على حسب القاعده اللي عندنا. عندنا جي غون اف، الوغ يمكننا ندرسو حنايا كوس، يمكننا حنا نكتبو حنايا هكا ما فيها باس، نكتبو حنايا ها هي عندنا اش دو اكس ايغال كوسينوس 3 اكس او كاري موان 2 اكس موان 2 اكس موان 2 اكس. فوالا 3 اكس او كاري موان 2 اكس. الوغ هاد اش دو اكس ايغال عندنا حنا اش دو اكس ايغال يمكننا نكتبو هكا، يمكننا نكتبو سوا جي دو ايغريك ايغال كوسينوس ايغريك اي و اف دو اكس ايغال اف دو اكس ايغال يمكننا نكتبو حنايا اف دو اكس ايغال 3 اكس او كاري و ها انت عاوتاني 3 اكس او كاري موان 2 اكس. الوغ اف دو اكس ايغال ايغريك، هاد ايغريك اللي عندنا حنايا اللي عندنا ايغريك اللي عندنا فهاد فهاد الجي هادي. فوالا الوغ حنايا عندنا يمكننا ندرسو اتصال مركب دالتين، يعني اي داله مثلا جيغون اف اللي هي جي دو اف دو اكس جي دو اف دو اكس ضروري كندرسو الاتصال ديال هاد اف هادي اللي لداخل هادي، عاد تندرسو حنا الاتصال ديال جي. وخاص تكون المجال اللي يعني اف دو اي اي انكلو دون جي، يعني اي عنصر من اف دو اكس لقاو الصورة ديالو في المجال جي. وبالتالي يمكننا هاد الساعة او اتصال مركب دالتين. اذا دابا حنا الان ندوزو الصورة ديال المجال، وهنايا غادي نهضرو على لانفو سوب. لانفو سوب كيفاش لانفو سوب ديال ديال مثلا واحد لا فونكسيون. عندنا واحد لا فونكسيون لا فورم ديالها لا كورب ديالها داير بحال هكا، واحد لا فونكسيون هادي لا كورب ديالها داير بحال هكا. المهم بسطين القضيه نزيد نشرح لكم مزيان باش تفهموا مزيان ان شاء الله، وكنتمنى تكونوا فهمتوا داكشي اللي كنت كتبت. لا فونكسيون ديفيني دون زان انترفال ابي، ياك ابي عندنا ا ابي قالك نعم سيدي، اذا كانت اف متصله على ا بي فانها تقبل بعدا، اذا كانت اف فانها تقبل قيمه قصوى وقيمه دنيا، ما تحركش مع اصبعاتي قيمه قصوى وقيمه دنيا، فانه يوجد واحد الفا وبيتا من ا بي ضروري هذا الفا وبيتا.
عندنا حنايا حنا كنقولوا القيمة القصوى والقيمة العليا والقيمة الدنيوية، يعني الماكسيمي. هاد الليمفوسيت جا بحال اللي كنقولوا حنا مثلا اكبر عناصر ديال اكس واصغر عناصر مثلا ديال اكس، عفوا اكبر عناصر ديال الانترفال ا بي واصغر عناصر ديال الانترفال ا بي، وبين اكبر عناصر ديال الانترفال اكس ايغريك واصغر عناصر ديال الانترفال اكس ايغريك، وبين اي ناطق فار كيف ما خديتيه راه عنده ماكس وعنده مين، عنده سوب وعنده لينف. يمكن يقبل لحاجه واحده انتباه، يمكن يقبل يكون سوب، ولكن يمكن يقبل، واش يقبل ماكس، واش يقبل قيمه ماكسيمو ولا يقبل قيمه مينيمو، داكشي كيبقى واحد القواعد من بعد ان شاء الله غتعرفو. ولا كونتينيوتي هي الاساس. اذا اذا كانت اف متصله فانه يوجد الفا وبيتا، حيث اما يعني قيمه الدنيا كتساوي لنا اف دو الفا، هي كتشوفو كما كتشوفو هنا غلطو، الا هي هذيك ام ايغال اف دو بيتا اللي هي قيمه الدنيا، ويمكن نكتبوا اللانف ديال اف دو اكس، يعني اللانف ديال ديك لا فونكسيون، ديك لا فونكسيون اف دو اكس يعني قيمه الدنيا، وهي تيل كو اكس ابارتون ان انترفال ا بي. لحقاش حنايا اوني حقاش حنا شنو تنديروا هنا، كنستوديو هاد لا فونكسيون هادي، هاد لا كونتينيوتي ديال لا فونكسيون في ان انترفال ا بي، فهمتي؟ ماشي في ان انترفال في ار ولا في شي انترفال واحد اخر. لهذا كنشوفوا كنقولوا لانف ديال اف دو اكس تيل كو اكس ابارتون ا انترفال ا بي. والقيمة القصوى اللي هي اف دو الفا كتساوي لنا الماكس، كتساوي لنا السوب دو اف دو اكس تيل كو اكس ابارتون ا انترفال ا بي، يعني السوب قيمة قصوى، لانف قيمة دنيا. صافي، هنايا اف دو ا بي ما خصناش نديرو اف دو ا بي، يعني خصنا نديرو اف دو الفا بيتا. لحقاش ا بي ا بي راه سعدي ا بي راه عندهم ا بي راه عندهم الصورة ديالهم، واللي ما اللي باينة في الدالة راه ما مبيناش في الدالة بأنها تقبل قيمة قصوى ولا قيمة دنيا، لا عندهم هما الصورة ديالهم بوحدهم. ما هنا خصهم يديرو اف دو الفا بيتا، عفوا، وهنايا خصنا ندرسو باش دير صورة ديال المجال راه خصك درس اتصال، خاصك حنايا افترضنا بانه هنايا مثلا فواحد الانترفال راه تزايديه هنايا ولا هنايا راه رتيبه، فهمتي؟ يعني رتيبه تناقص يقطا يمكن لك، ولا تزايديه يمكن تزايديه ما كتغيرش الانترفال، ولكن تناقصيه كتغير الانترفال. ولكن هو حنا عاجين في الفقره المواليه انه اتصال، لانه الرتابه رتابه يا اما تخلي الانترفال هو هذاك الصوره ديالو، يا اما تعكس الانترفال، ويمكن لك تعكس ليميت ليميت، راه حنا جايين نشوفوا ان شاء الله داكشي. مبرهنات القيم الوسطيه، هذه المبرهنه هي مبرهنه جد مهمه في يعني في الرياضيات وفي الامتحان الوطني. هذه المبرهنه هذه ما كاينش شي عام ما تتحطش، هي كتحط بمختلف الصياغات، سواء بين ان المعادله تقبل حلا واحدا، سواء هل المعادله بين ان مثلا قال لك تقبل حلا واحدا، بين ان المعادله بين انه يوجد مثلا واحد الفا تلك اف دو الفا ايكال شي حاجه، بين انه اكزيست او موا، بين انه اكزيست اونيك، بين انه غير هو كاين جوج شروط ديال المبرهنات القيم الوسطيه، سواء ديال الرتابه اللي كتزاد في سواء اكزيست اونيك سواء اكزيست الوغ اكزيست دو دو يعني دو دو تيوريم دو تيوريم دي فالور انترميديير، ديزولي دي فالور انترميديير اكزيست دو تيب دي تيوريم دي فالور انترميديير، سواء اكزيست اونيك سواء اكزيست 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 اونيك كتزاد الرتابه، يعني كتزاد الرتابه ك ك ك يعني كشرط خاص كشرط مهم، و إل إكزيست راه يمكن تكون عادي. ألوغ هاد مبرهنة القيم الوسطية، مبرهنة القيم الوسطية كاين البعض كاين بزاف اللي كيبقاو يديرو مثلا شنو كيديرو، كيديرو مثلا إف دو أ، كيديرو إف بعدا إف متصلة على مجال أ بي، و إف دو أ في إف دو بي إنفيريو ستريكتومون أ زيرو. ألوغ إل إكزيست واحد ألفا تي أبارتونون أ لانترفال مثلا أ بي، أ لانترفال أ بي تلك إف دو ألفا إيكال زيرو، ياك؟ و مثلا كاين شي اساتذه يقريهم هادي، ياك كيقريهم هاد الحاله الخاصه، وفي امتحان شنو تيدير له في امتحان، تيقول له بين ان اف دو الفا
اف بين ان اف تو الفا ايكالا ماشي ايكالا زيرو، كيقولوا ايكالا ار. فهمتي النقطه؟ تقول ايكالا ار والسيد هو جالس كيخدم كيخدم وتيدير اف دو اف اف دو بي، وتقدر تخرجو كان انفيريو ستريكتومون ا زيرو، وتخرج تخرج انفيريو ستريكتومون ا زيرو لحقاش هذا كونديسيون كاين اف دو اف اف دو بي انفيريو ستريكتومون ا زيرو وهذا وكلشي وكلشي، وكيقول له ومنه فان اف دو هذا كتساوي زيرو، وتيرجع تيقول هو هذا عطاني اف دو هذا كيساوي واحد وناقص اف دو هذا كيساوي زيرو، الو غير يتناقض مع راسو فهمتي، ويقدر يصير فهمتي حول هذا ولا هذا ولا شنو طلع ولا كذا. اذا من الاحسن تشوفوا المبرهنه العامه عاد تشوفوا المبرهنه الخاصه. مبرهنه القيمه الوسطيه عامه كيقول لك مثلا اذا كانت ماشي مثلا كيقول لك اذا كانت اف متصله على المجال ابي، اف متصله على واحد المجال ابي، مجال ابي مغلوق، كنهضروا حنا اتصال اتصال المجال ابي اي مغلوق، وواحد ك عنصر ما بين ماشي ما بين ابي ما بين الصوره ما بين اف دو ما بين اف دو بي، الى اكزيست واحد ك يعني بمعنى اننا كنهضروا على الصور يعني ك ابارتونو يعني الاكس ديال لي زيكريك، وبما لكم انا الاكس ديال لي يعني الاكس ديال لي زيكريك هي هذيك، واش انا دايخي راسي الاكس ديال لي زيكريك الوغ تو سامبلومون غادي يكون داير بحال شي مستقيم ياك اللي هو هذا ها هو هادكا هذا هادكا غيكون داير بحال شي مستقيم. اذا سي اليكزيست واحد كا اونتر اف دو ا اف دو بي، ويمكن نقول اونتر اف دو بي اف دو ا سا ديبون دو لا مونوتون دو لا فونكسيون اف. Alors si il existe k entre f de a et f de b, alors directement quand on dit qu'il existe un c appartenant à l'intervalle ab tel que f de c égale à k. Mais il y a f de c égale à k. Il y a f, on va voir les points de f qui se coupent avec le mustaqim k. Il y a le mustaqim k qui se coupe avec f في ما كانت في يعني في ما كانت بالحق بالحق. شرط واحد اللي كيكون شنو هو، هو ان هادكا كيكون محصور ما بين اف دو بي ها هي و اف دو ا. الوغ اون برون الكا بارتيكولي ديالنا اللي هو كا ايكال ا زيرو. سي كا ايكال ا زيرو الوغ انت شوف معايا سي كا ايكال ا زيرو نهبطو كا حتى لكا ايكال ا زيرو. كا ايكال ا زيرو عندنا اف دو ا اي انفيريو ستريكتومون A0 inférieur ou égal à 0, on te chauffe, maçon inférieur ou égal à 0, ou 0 inférieur strictement à f de p. Alors, adet célib ou adet moujab. Alors, si on fait le produit entre eux, alors on se trouve que le produit est toujours négatif. لحقاش حنا عندنا اف دو ا انفيريور ا زيرو و اف دو بي سوبيريور ا زيرو الوغ لو برودوي انفيريور اوبليغاتوار ا زيرو. الوغ حنا عندنا اف متصل و اف دو ا اف دو بي اصغر قطعا من زيرو، اذا حسب مباراة القيم الوسطية الي اكزيست واحد سي ان ولا سي دو ولا سي تخوا ولا المهم او موان يعني الي اكزيست ابارتون هذا تيل كو هذا كيساوي اف دو سي ايكال زيرو. بين ان المعادله دو زيكس حل هذه تمرين هذا وليني تمرين سهل ماشي شي حاجه. الوغ اللي كاين يبين ان المعادله دو سينوس اكس ايكالا اكس تقبل حلا في بي سور دو بي. الوغ اون كونسيدير اون فونكسيون اف دو اكس ايكال اون كونسيدير on considère une fonction telle que f de x égale alors on a une 2 sinus x y a 2 sinus x moins x. Alors on montre yani bcf amma on montre est-ce qu'il existe il existe ou fin il existe est-ce qu'il existe un alpha est-ce qu'il existe un alpha appartenant à l'intervalle l'intervalle est n'est-ce pas pi sur 2 pi sur 2 pi hein? Pi tel que f de alpha ايكالا زيرو فوالا اف دو الفا ايكالا زيرو. كيفاش خصنا نبينو هاد اف دو الفا ايكالا زيرو؟
Alors, la première condition, on a F et continue sur R. Il y a F et متصلة على R. R كاملة, R كاملة. بما أنها متصلة على R كاملة. فإن وأن المجال P sur 2 P inclus dans R, alors obligatoire غتكون متصلة على P sur 2 P. لحقاش الدالة متركبة من F plus G. alors F متصلة على R و G متصلة على R, alors la somme متصلة على R. غنحسبو F de pi sur 2, 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 F de pi sur 2 égale 2 sinus pi sur 2, sinus pi sur 2 égale 1, donc 2 moins pi sur 2 égale à 4, 4 moins pi sur 2. وهذا راه بوزيتيف و اف دو بي ايغال 2 سينوس بي ايغال 0 دونك موان بي غتخرج موان بي انفيريور ستريكتومون ا 0 الوغ لو برودوي ديالهم اف دو ا فوا اف دو بي انفيريور ستريكتومون ا 0 سو كي امبليكي ليكزيست فريمون ان الفا تيل كو que f de alpha égale 0 et voilà en deux de la continuité inshallah ديال شوف شنو باقي لنا باقي لنا الطريقه بين ان المعادله تقبل الحل الوحيد الفا في المجال حدد اي طريقه تفرع ثنائي الدلاله العكسيه هادشي كامل ان شاء الله كونتينيو الدوال النونيه وداكشي ان شاء الله غادي ندخلو في الاشقاق باش نهضر على الدوال النونيه وداكشي ان شاء الله رجو دورو داكشي نشوفو الصورة ديال المجال الصورة ديال المجال دالة سوا اون كوزيدير ان فونكسيون اون فونكسيون اف كي اي كروسونت سور لانترفال ان ام ال 2 باردون شوف جان اي دونك هادي اخي اسامه هادي ان شاء الله غادي هادي ان شاء الله غادي نسالي الفيديو ان شاء الله انا كنشرح واحد الكور غادي نشوف معاك ان شاء الله يلا باردون الوغ اون كونسيدير ان انترفال ا بي الوغ مجال ا بي مغلق الصوره ديالو اذا كانت اف تزايديه شوف الصوره اذا كانت اف تزايديه ما كتغيرش يعني ما كتغيرش كتبقى اف دو ا اف دو بي ا بي مفتوح اي فاش كنقول لكم مثلا كنقول لكم ان انترفال كي اوفير دون سوا دون ان بوان او دون اون بوان سوا ما عرف المهم مفتوح على واحد النقطة ولا على بلوس انفيني الوغ اون بوزوان دو شيرشي لا ليميت اي با ليماج لحقاش ليماج يمكن تكون ما معرفاش اصاحبي يمكن تكون ما معرفاش اف مثلا في ديك البوان علاش كيقولك هو مفتوح مثلا كيقولك مفتوح الوغ اوبليغاتوار كتكون اف ماشي تقدر تكون ماشي متصله صاحبي في ديك النقطه فهمتي يعني ضروري خصنا ندخلوا لا ليميت ولا ليميت كون اكس تونفير بي موان الوغ اف دو ا اف لا ليميت كون اكس تونفير بي موان اف دو اكس بالنسبه للانترفال ا بي عندنا لا ليميت كون اكس تونفير ا بلس اف دو اكس اف دو بي بالنسبه للانترفال ا بي اوفير كامل ندخلوا لا ليميت بالنسبه ل ا بلس انفيني عندنا اف دو ا ولا ليميت كون اكس تونفير بلس انفيني اوبليغاتوار عندنا ا بلس انفيني عندنا ليميت كون اكس تونفير ا بلس اف دو ا لا ليميت كون اكس تون في بلس انفيني اف دو اكس وعندنا هادي يعني هاد القاعده اون فوا تفهم لا بروميير لا بروميير ولا دوز لا بروميير لا بروميير ولا دوزيام ولا تخوازيام اون فوا تفهم هاد التلاته هادو صافي غادي يبقى الاخرين غادي تفهمهم فهمتي الداله اف التاليه اذا التناقصيه كيف الداله التناقصيه المجال اي مجال اف دو اي عندنا ا بي كيتقلب شوف كيتقلب
جميع لي زانترفال. الا كانت اف اي دي كروسونت كيتقلب لي زانترفال، فهمتي؟ كيتقلبوا لي زانترفال. عندنا ا بي الصوره ديالها اف دو بي اف دو ا، عندنا مجال ا بي الصوره ديالها اف دو بي اف دو ا. المجال ا بي مفتوح، وهنا اتونسيون دابا هنايا كاين شي وحدين شنو تيديروا، تيديروا ليميت كون اكستون فير بي بلس، لان فاش كيتحول كذا لا نعم سيدي، قبل حنا ما نحسبوا الصوره وقبل ما نشونجيو حتى كنحسبوا لا ليميت، فهمتي؟ الصوره ديال المجال حتى كنحسبوا لا ليميت ونساليو منها وعاد كنمشيو لهي اللي هي ديريكتومو كديك لا ليميت كون اكس تون فيرب بي موان، كترجع ني لا ليميت كون اكس تون فيرب بي موان ديال اف دو اكس، ماشي تون فيرب بي بلس كيف ما كتشوف هنا، لا لا ليميت كون اكس تون فيرب بي موان. وهنا عاوتاني ا بي عاوتاني لا ليميت كون اكس تون فيرب ا بلس كتقلب، يعني كيتقلبوا، و ا بي عاوتاني كيتقلبوا مفتوحين كيتقلبوا، يعني لا ليميت كون اكس تون فيرب بي موان على اليسار و لا ليميت كون اكس تون فيرب بي بلس على اليمين. وهنا يعني المجالات كيتقلبوا، يعني بكل هذه يعني سهوله، هي خصك تحضر، هي خصك تحدد تحضر من هذا الشيء. هذه الصوره ديال المجال، الصوره ديال المجال بالداله هي كما قلت لكم تمرين داله حدد اف اي. نقدروا نستغلوا هذا التمرين، لان عرفتي علاش التمرين الاخر مثلا فاش كيقول لك شوف اي تمرين فوق ما تسمع حدد صوره هذا المجال بالداله اف، ضروري خصك تحسب اف بريم، الا ما كانش عندك اف بريم كتحسب اف بريم وكتشوف جدول التغيرات، سواء تشوف جدول التغيرات سواء بلاش، يمكن لك دير اف بريم وتشوف واش التناقصيه ولا التزايديه، الا ما كانتش باينه عاد دير جدول التغيرات وكتشوف واش التناقصيه ولا التزايديه على الانترفال اللي قال لك حسب فيه الصوره، ولا مثلا الانترفال اللي معروفه فيه الداله. حديد اف ديال واحد خمسة، الوغ غنمشيو واحد خمسة ناقص خمسة ثلاثة، أو نا اف اكخواسون الوغ غتبقى ناقص خمسة ثلاثة، يعني متشونجوش. اف ديال صفر خمسة، دابا اف ديال صفر خمسة، اف ديال صفر خمسة هذا مجال يمكننا تفرق كاع، عندنا حنا اف اكخواسون اي دي كخواسون، فهمتي؟ نمشيو نحسبو حنايا ليميت ديال، نحسبو حنا الصورة ديال اف ديال صفر واحد، ياك الصورة ديال اف ديال صفر واحد، ونزيدو عليها الصورة ديال واحد خمسة، فهمتيني؟ كيفاش زعما نزيدو الصورة ديال واحد خمسة؟ شنو هي الزائد بالنسبة للمجموعات، بالنسبة لواحد المجموعة؟ هي اتحاد، فهمتي؟ يعني غادي نحسبو لانترفال ليماج ديال واحد لانترفال زيرو أن، وحسب لحقاش حنا اون فوا لقاو كيك كخواسون ديك كخواسون ضروري غادي نجزئو، غادي نشوف كخواسون بوحدها وديك كخواسون بوحدها، عفوا نحسبو الصورة ديال المجال صفر واحد، نحسبو الصورة ديال المجال صفر واحد خمسة، اون في واحد واحد الاتحاد واحد لينيون ديال اونتخ لانترفال اللي خرجو لدا، فهمتي؟ ومن هنا يمكن لك تعرف الصورة ديال المجال. صورة مولف فين زيرو اون لا فونكسيون اكخواسون الوغ موان زان كات. الوغ الصورة ديال زيرو، الصورة ديال موان دو عندنا موان دو من لهنا فين هي موان دو؟ اش كيدير هذا؟ زيرو سانك مع موان دو ما عرفتش فلاش موان دو، حتى هي غادي تفرق حتى هي لحقاش كتشوف نتايا كتشوف لا فونكسيون كخواسون تانا فونكسيون دي كخواسون تانا، دونك ضروري تفرق. هنا عندنا نتيجة قلنا قلت لكم هاد طريقة تفرع ثنائي، خصني ان شاء الله نشرحها بورقه وسيلو، لان هاد الطريقه العديد من ما فهمهاش. هو الطريقه هادي شنو كطر، الطريقه كتحدد لك واحد التاطير جد 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 تقريبي لحل المعادله، مثلا بحال المعادله ديال اكس اس 3 بلس اكس بلس 1 ايكال 0. دونك هاد المعادله هادي عندنا بزاف ديال الطرق، كاين شي طرق اللي يمكن لك تحددهم مثلا كطريقه كاردان لحل معادلات من الدرجه الثالثه، لحل معادلات من الدرجه الرابعه طريقه فيراري، يعني بزاف ديال المعادلات، ولكن هم صعب شيء اما ولكن مباريات القيم الوسطيه قد كتعطيك واحد الفالور لي بروش من ديك لا سوليسيون. الوغ قال لك بان انها تقبل حلا واحدا افر في ناقص واحد ناقص واحد على جوج، الوغ كنطبقو حنايا قال لك حلا واحدا، الوغ هنايا هنا تبت معايا علاش؟ قالك بما انه قالك حل واحد، الوغ هنا شنو عندنا في الاول؟ اتصال، والشرط الثالث شنو هو؟ اف دو ا اف اف دو بي
مثلا اف دو موان زان في اف دو موان زان دو مي ايكال زيرو، دونك كنشجعوك كنرجعوك كلشي، وكان قال لك المعادله ايكال زيرو، دونك كنطبقوا القاعده ديالنا هي اف دو اف اف دو بي ايكال زيرو، دونك انفيرو ستريكتومون ا زيرو، اف دو اف اف دو بي انفيرو ستريكتومون ا زيرو. الوغ دابا هنايا، دابا هنا مازال ناقصنا الشرط الثاني. شنو هو الشرط الثاني؟ لحقاش هو قال اكزيست اونيك، الشرط الثاني هو الرتابه، يعني لا مونوتون ديال اف. الوغ اون شيرش اف بريم دو اكس لا مونوتون دو اف. الوغ انا على ما غوماركيتش، انا غوماركيتش كو اف اي كرواسونت، لحقاش هنايا جر هذيك ودير واحد لا فونكسيون حسب لها بريم، تجيك 3 اكس او كاري بلس 1، 3 اكس او كاري بلس 1 بريم ديالها اف بريم ايكالا سوبيريور ستريكتومون ا زيرو، دونك اف اي كرواسونت. دونك ايل اكزيست واحد الفا، يمكن لكم تحدوا هذه عن طريق مباراه القيم الوسطيه. حد التأطيران للسعه، قال لك التأطير لعدد الفا سعته 1 على 8. ماذا يعني 1 على 8 السعه؟ شنو هي السعه؟ كيفاش السعه ديال المجال؟ نشرح لكم السعه. عندنا واحد المجال بي موان ا، بي ا بي ا. الوغ سعه هذا المجال هادي يعني المسافه ديال هذا المجال، يعني لا ديستونس ديالو ايغال. شنو درت هنايا؟ قلبتهم هنايا، خصني باش ما نتلفكمش مع القواعد، ما ندير ا موان بي، ا بي، دونك بي موان ا. فوالا بي موا ا. الوغ كنحسبو بي موا ا ديالنا السعه، اول خطوه في طريقه التفرع الثنائي كنحسبو السعه هي بي موا ا، ياك. ثاني حاجه كنحسبو، اول حاجه كنشوفو يعني العدد، نشوف الفيديو شحال وصل. اذا رجعت لكم اخواني الكرام، اذا بقينا في التاطير ديال عدد الفا. اذا اول حاجه قبل في التفرع الثنائي كنحسبوا السعه ديال بي موا، ياك. اذا غادي نشوفوا المعادله، حنا عندنا اف دو موان زان، اف دو موان زان شحال كتساوي؟ عندنا اف دو اكس، اولا اف دو اكس كتساوي لنا اكس على بوسونس 3، اكس على بوسونس 3 بلس اكس بلس 1. الوغ اف دو موان زان ايغال موان زان، اي اف دو موان زان دومي ايغال عندنا موان ان سور ويت، موان ان دومي بلس ان بلس ان هي بلس ان دومي، ايغال دونك 2 موان 2 بلس 8 شحال هي 6 سور اللي هي 3 فوا 2 هي 3 سور 8 يلا 3 سور 8. الو غادي انفيريور ستريكتومون ا زيرو، غادي سوبيريور ستريكتومون ا زيرو. الو لو برودوي اي انفيريور ستريكتومون ا زيرو. الو طريقه التفرع الثنائي شنو كيقول لك؟ قال لك حدد لي التاطير للعدد الفا سعته 1 على 8. اذا هاد التاطير لعدد الفا سعته 1 على 8 كيفاش يعني؟ زعما يعني غادي يبقاو نحسبوا هذاك بي موان ا اللي عندنا حتى نلقاو السعه ديالو كتساوي 1 سور 8، فهمتي؟ يعني نبقاو نحسبوا حتى نلقاو السعه ديالو كتساوي لنا 1 سور 8. الوغ حنا عندنا غادي نحسبوا لنا اول حاجه ما كنحسبوا في التفرع الثنائي شنو هي؟ هي اف ديال من، هذه هي الطريقه، اف ديال ا بلس بي سور دو، فوالا. يعني هي اف ديال اش ديال موان زان موان زان دومي موان تخوا دومي موان تخوا دومي، هي موان تخوا دومي سور دو اللي هي كتس ويلاك اف ديال موان 3 سور 4 فوالا. الوغ نحسبوا هاد التخربيشه هادي نشوفوا شحال كتساوي، ياك يا سيدي نحسبوها نشوفوا شحال كتساوي.
وغادي نشوفوا العدد الموجب اللي خرج لنا، العدد الموجب هو هنايا. اذا غادي نشوفوا اف ديال هذه مع اف ديال هذه، ياك غادي نلقاو واحد التخربيقه اللي غادي نلقاوها انفيريو ستريكتومون ازيرو، ما فيها ما حسب هذا. اذا شو تقولوا؟ كتقولوا دابا الفا كفيل ولا الفا؟ الفا ولا كينتمي لهذا المجال هذا، فهمت؟ الفا ولا كينتمي لهذا المجال موزا موزا دومي، دونك موان 3 سور 4 موان 1 سور 2. نحسب لنا، شوفوا هاد السعة هادي ديالو، نحسبوا السعة ديالو اللي هي شنو؟ بي موان أ إيكال موان زان دومي موان زان دومي بلوس 3 سور 4 إيكال إيكال موان 4 بلوس 6 سور 8 إيكال 2 sur 8 اللي هي 1 sur 4. فوالا 2 sur 8 اللي هي 1 sur 4. الوغ مازال حنا مازال حنا وصلنا 1 sur 4. ها انت شوف فين كنا في السعه، كنا في بي موان ا، كنا في 3 يعني 3 فين كنا؟ كنا في بي موان ا، هي بي موان ا، بي موان ا هي موان زان دومي بلوس 1 هي 1 دومي، كنا في 1 دومي ولينا في 1 sur 4. فهمتي؟ الوغ غنولي في اعتقد انا في هذاك في المرحله الجايه غادي نلقاو 1 سور 8. الوغ اف ديال شحال دابا؟ مازال اف ديال موان زان دومي، غتبقى اف ديال موان زان دومي ايكال 3 سور 8، اييه ديك التخربيقه اكبر قطعه من صفر. وغادي نحسبوا اف ديال اش ديال اش ديال هاد موان 3 ديال ا بلس بي سور 2، فهمتي؟ يعني موان زان دومي موان 3 سور 4، يعني بصفة موان زان دومي موان 3 سور 4 سور 2 إيكال اف ديال داك داك العدد اللي خرجنا في الاول بعدا شنو هو؟ هو موان بعدا بطبيعة الحال عندنا 4 بلس 6 هي 10 سور 8 سور 2 إيكال اف ديال اش ديال ممكن نختزلو عندنا هنا 5 يعني موان 5 سور 8. فوالا موان 5 سور 8. الوغ التخربيقة من بعد الحسابات القواسم انفيريور ستريكتومون زيرو، عفوا. إذا نحسبو السعة ديال المجال ديالنا اللي هي بي موان ا دابا. بي موان ا، بي موان ا ايكال موان زان دومي، لا ماشي موان زان دومي، فين فين اين ولينا؟ اين المجال دابا هي؟ ولينا في المجال، أيا ولينا في المجال الفا ولا من كينتمي، اين المجال بعدا؟ الفا ولا كينتمي الفا ولا كينتمي لهذا المجال، ناقص 5 على 8، ناقص 5 على 8. إذا حسب لي السعة ديال هاد المجال هادي بي موان أ كتساوي لنا موان زان دومي بليس 5 سور 8 دونك إيكال إيكال أ موان 8 موان 8 بليس 10 سور 6 ياك إيكال أ 2 سور 16 ايكال 1 سور 8. فوالا السعة، حنا لقينا السعة، حدي التأطيرة شنو قالك؟ حدي التأطيرة لعدد الفا، الوغ الفا اونتخ موان زان دومي اي موان 5 سور 8، الوغ فوالا هي التأطيرة السعة. غادي ندير الدال العكسي وغادي نساليه انا فيديو دار ساعة وشحال، نشوف ساعة و 13 دقيقة. إذا ان شاء الله غادي نشوف دابا، غادي نكمل هاي الدالة العكسية. شوف والدالة الجدر النوني، شوف واش نكلم لها لا بلاش صافي، تن تغدا ان شاء الله ندير لكم مع الشقاق وكذا.
دونك اذا كانت اف متصرفه راشي فقط على مجال اي، فان لكل ايجريك من اف دو اي اف دو اي يستقبل حلا واحدا اي. نعبر عن هذا بقولنا اف تقابل من اي نحو المجال اف دو اي. الوغ هنايا باش تكون اف تقابل خاص تكون اف متصله ورتيبه قطعا، يعني هادو هما الشرطان اللازمان. خاص تكون اف متصله ورتيبه قطعا. سي اف اي كونتينو، سي اف اي سي اف اي مونوتون في واحد الانترفال ا بي، الوغ هنا كنقولوا بان اف ابجيكتيف. نتي اذا هنايا باش كنرمزو لبيجيكتيف، بيجي لابيجيكتيفيتي هنا يمكننا اف موان زان. دونك حنا يمكننا نحدو هاد اف كيقول لك حدد الداله العكسيه. بعض التمارين كتلقى الداله العكسيه اللي تلقاها شويه صعيبه بالتحديد ديالها، لان كتكون بحال المعادله وكتحدد اكس اون فونكسيون دو ايكغيك، فهمتي؟ كتكون اف دو اكس، اف موان زان دو اكس ايكال ايكغيك، يعني تكافئ اف دو ايكغيك ايكال اكس وتشرع في حل المعادله. اون فوا تلقى اف دو اكس ايكال ولا اف دو ايكغيك كتلقى ايكغيك اون فونكسيون دو اكس ولا اكس اون فونكسيون دو ايكغيك على حسب الانترفال اللي كتخدم فيه. الوغ اون فوا تلقى هاد جوج صافي راك لقيتي يعني الداله العكسيه. و اف غون اف موان زان غون اف ايكال اكس، اف غون اف موان زان اكس ايكال اكس، هادو كتسمى ايدونتيتي، يعني الداله العكسيه ديال الداله النيت كتسمى ديال العنصر اكس هي اكس. بحال كتقول مثلا ار كوسينوس ديال كوسينوس هي اكس، ارك طونجونت ديال طونجونت اكس هي اكس، ارك سينوس ديال اكس هي اكس. يعني لا فونكسيون ريسيبروك يمكن لك تختزل، يمكن لك تعبر على هادشي. صافي هذا هو النهاية الدرس. جدرنا ان شاء الله غادي نشوف شحال من ساعة يمكن لي نشرحو حتى هو داخل، بقات 15 دقيقة غادي نشرح فيها الجدرنونية وغادي هاي طريقة التفرع الثنائي. هاي شوف كتحسب أ بلس بي وداكشي. الجدرنونية إن شاء الله غادي نشرحهم دابا دغيا. هانتوما أخوتي راك نتا شوف راك تا ماشي الحسن، وقلت راه نعاون الأصدقاء ديالي هي الأولى عاد نمشي نحسن. يلا أخوتي تبع معنا، خاص الجدر النوني. الجدر النوني هي دالة متصلة على صفر بلس لانفيني، فهمتي؟ ليكون ان ابارتون ان اطوال، يعني ديك الجدر النونية ديك ان هذا اللي كنشوفوه هنايا ميكونش كيساوي الصفر. لحقاش هاد الجدر النوني ديال اكس يمكن نكتبوه على شكل اكس على بويسونس ان سوغ ان. الوغ متصلة على المجال زيرو بلس انفيني، ولا ليميت كون اكس تونفر بلس انفيني، كيف ما هادي كيف ما الجذور العادية، يعني نفس الخصائص ديال الجذور كتبقى في الجذور النونية في الجذور العادية. عفوا حالة هادي في معلم متعمد من الدالة محمود بالنسبة للمنصف الأول، أيه منصف هذا مع الآخر أيه. وتصور معايا أنت، شوف معايا هاي الدالة العكسية، هانت هاي الدالة العكسية. دائما الدالة العكسية تكون مماثلة مع الدالة ديالها بالنسبة للمنصف الأول. بالحق ما تنساش لا كونتينويتي، تا لا كونتينويتي كتكون داخلة، يعني لا كونتينويتي فيما مشيتي دابا ولات كتدخل لا كونتينويتي ككونديسيون نيسيسار. هنا حالة ان يساوي 4، إذا دابا كيف ما كتشوفوا لاغاسين انيان لا غاسين انيام ديال اكس على لا بويسونس ان ايغال اكس à la puissance 1 sur n bien sûr, le tout à la puissance n. Alors on simplifie par n par n, alors on a x. Voilà.
الوغ كيف ما كتشوفوا كيكو سوا اكس ايكغيك ابارتون ار بلس، يعني دائما اكس ايكغيك يكونوا موجبين. تقدر تلقى مثلا اكس سالب بالحق خصو يكون يعني لا بويسونس خصها تكون هذيك لا غاسين تخوازيام لا غاسين سانكيام، يعني امبير. دونك عندنا لا غاسين انيام دو اكس ايكال لا غاسين انيام دو ايكغيك ايكيفالون دو اكس ايكال ايكغيك. لا غاسين انيام دو اكس يعني لا غاسين انيام هي داله تزايديه. لا غاسين انيام دو اكس inférieur strictement ou bien supérieur strictement ou bien inférieur ou égal ou bien supérieur ou égal à y, alors il est équivalent que x inférieur strictement à y ou bien l'autre des preuves. Quel est le x ou n à la puissance égal à a? Alors naya na quel est le حل ونناقش اي معادله. عندنا معادله حل المعادلات هادو اكس اكس ايكال لاغاسين سانكيام دو 243، هنا عاوتاني اكس ايكال لاغاسين ساتيام ديال ناقص 8. علاش قلنا لاغاسين ساتيام ديال ناقص 8 اكزيست؟ واخا كتشوف اكس اكبر قطع خصو يكون اكس موجب، ولكن هنايا لاغاسين ساتيام كاين الجذر ديالو، لاغاسين سانكيام كاين الجذر ديالو، هنا عاوتاني اكس ايكال لاغاسين كاتخيام ديالنا. الوغ هنا عملية تاع الجذور كيف ما شوف جميع الخصائص، شوف معايا جميع الخصائص اللي تيكونوا على الجذور على الجذور المربعة، الجذر المربع اللي قريناه من التاسعة ضروري كنطبقوه دابا الآن حد الآن كنطبقوه في الجذور النونية، يعني نفس الخصائص تيبقاو. الجذر النوني ديال أ على بويسونس بي كتساوي لنا، يمكن لك تدخلها هنايا، الجذر النوني ديال أ على بويسونس بي هي الجذر النوني ديال أ ديال ا هو ايكال جذر النوني ديال ان بي جذر ا على بيسونس بي. علاش؟ لان شوف هادشي كامل لخصو في كتابه واحده، اللي شنو هي؟ ها هي هاد الكتابه، هادي هي الكتابه. حيد هاد ا على بيسونس ان، حيد ا على بيسونس ان باش ما تلفوش. هاد الكتابه دائما ديرها اللي كيتبر هنا على هذه الكتابات. ها انتم ها هما شوفوا حتى هما تيديروا، ها انت شوف اللي جينا قبلنا هذا الشيء حتى هما تيديروا. ها انت دائما كتلقى انت جوج ا لا بويسون 5 سور 3 جوج ا لا بويسون 5، فهمتي؟ جذر النوني دائما كيكون هكا. اذا كتشوف جذر النوني ان بي، جذر ان بي هنايا جميع الخصائص شي قلت لك، جميع الخصائص شي بقاو، جميع الخصائص شي بقاو هنايا ديال الجذر المكعبات تبقى الجذر ان بي، الجذر ان على جذر ان بي. هو واحد الملاحظه هنايا، واحد الملاحظه هو اننا في هذا الجذر ان، جذر انيام ديال ا فوا جذر انيام ديال بي كتساوي لنا جذر انيام ديال ا بي. من هنايا من هادي لهنا، من هادي لهنا، انتم شوفوا معايا السهم، ها هو السهم، ها هو اللي كنديرو انا، ها هو من هنا لهنا ننطلق بسلام، ننطلق بسلام. ولكن من هنا من هنا كاينه نعم سيدي الديوانه، الديوانه ديال القيمه المطلقه، كتقول لك لا، كتقول لك من هنا لهنا، كتقول لك لا غاسين انيا ديال لا فالور ابسولو، فهمتي؟ ديال لا فالور ابسولو بحال لا غاسين ديال الاخر، كتقول لك لا فالور ابسولو دو لا غاسين ايام دو ا بلو فوا لا غاسين ايام دو لا فالور ابسولو دو بي. فوالا فهمتي القاعده اللي كاينه، يعني من لهنا لهنا تمشي بسلام، ومن لهنا لهنا ضروري عندك خصها تكون عندك الفيزا ديال القيمه المطلقه. اذا ضروري هنايا خصك تنتبه لهاد القواعد هادو. هادو قال لك برهين على هادي، اي وهادي هادي برهين عليها صاحبي. شوف السوقيه الاخرين قال لك برهين على هادي، يلاه على بيسونس ان بلس برهنوا عليها سيدي، علاش حنا مشكل؟ يا با دو بروبليم خويا، فوران برهنو جاي، فوران برهنو، مابقاوش نضيعو الوقت حنايا ولا كدا. برهان اخويا، برهان 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 برهان. واش عندنا حنا؟ عندنا لا غاسين انيام، عندنا غاسين انيام دو ا اظن 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 ثم اظن لحقاش شنو هي هادي؟ هذه هي ا على بوسونس ان سور ان ان.
هذه a à la puissance 1 sur n. Ou elle dit a à la puissance 1 sur n plus 1 sur m. Il y a a à la puissance n plus m sur nn. Il y a a à la puissance 1 sur n plus 1 sur m. Ou elle dit a à la puissance 1 sur mn. Donc a donne, il y a n. La racine énième de la racine de a à la puissance m. Ou il y a la racine énième de la racine a à la puissance n. هنايا يمكننا نخرجوا هذه القاعده تخرجنا بسهوله. فوالا حل المعادله. دونك حل المعادله اي معادله قبل ما تحلها ضروري خصك تحدد مجموعه تعريفيه. هذا هو الشرط اكس بيس لانفيني لي ليميت دو اكس هي خصها تخدمو تاع لي ليميت وكدا. الخاصيتان تظلان صالحه عندما يؤول اكس الى اكس 0 على اليمين او الى اكس 0 على اليسار ديال من اي هذه. اذا كانت اف متصله فان ان اف هذه ضروري اوبليغاتوار اخويا اوبليغاتوار. الى كانت هذه شوف هادو دي ريغل اللي كيكونوا كيبانوا لك هكاك فهمتي. يعني ماشي شي حاجه شوف ماشي شي حاجه في لي غاسين ان هي ماشي شي حاجه كاينه. شوف ايوا الاشتقاق هو كلشي ان شاء الله غادي نحسبوا دابا نمشيو. هذا هو طريقه التفرع الثنائي كما قلنا لكم بما اذا انتهاء الحصه ديالنا الحصه الاولى اللي هو درس الاتصال. درس الاتصال هاكمرتي شتوها كمرتي ما فيها ما يتجب درس الاتصال. اذا ان شاء الله الرحمن الرحيم هذه لاشين ديالي ماتيماتيك فيتور ان شاء الله الرحمن الرحيم نحاول نعطي ما اقصى بامكاني من دروس من اجل ان شاء الله تفهموا. وعاونونا بابوني والاشتراك واللي ما فهمش شي حاجه يبوستها في كومونتير. يلا نعاونكم.